الحديث عن موضوع مهم جدا ويهم كل المتابعين والمشاهدين لما يرافقوا فينا مع صبيحة هذا اليوم. حديثنا لنهار اليوم مشاهدين حول التقاليل الجلدية، نتعرف عن ما هي، نتعرف مشاهدينا أيضا عن أسباب ظهور هذا التقاليل، الأعراض أيضا، وربما مخاطر اللجوء لبعض العقاقير وبعض الأساليب يعني المنزلية لخلعها. إذا بداية مريم، ما هي التقاليل الجلدية؟ التقاليل الجلدية هي زوائد جلدية تظهر على الجلد تاعنا، تتميز أنه تكون خشينة، خشينة الملمس، وتكون بعض المرات يكونوا فيها نقاط سوداء. دونك هاد الزوائد تكون نتيجة الأوعية الدموية تاع المنطقة هذيك تاع الجلد تكون متجلطة. دونك تجلط هاد الأوعية الدموية يؤدي إلى ظهور هادوك الزوائد الجلدية. دوكا نقولوا حنا علاش ولا كيفاش حتى منين يجوا يعني باش يخرجوا هكذاك ولا هادوك الأوعية يتجلطوا؟ هو فيروس تعداو به. منين يجي هذا الفيروس؟ دوك نشرحوا منين يجي هذا الفيروس. هو الفيروس HPV. هذا الفيروس باللغة العربية نسموه ورم الحليمي البشري، كي ياخذوا الجسم تاعنا يظهر على شكل تولال، وعنده التولال اللي نحضروا عليه اليوم التقاليل الجلدية، وكاين مام تقاليل تناسلية. دونك يقيس عدة مناطق من الجسم. أبرزوها هو كاين أكثر من 150 نوع تاع هذا الفيروس. بعض الأنواع يعني أبرز الأنواع تقيس الجلد خاصة اليدين. عبين نشوفوا بزاف ناس يجيهم في يديهم، ما يمنعش أنه كاين يجيهم في رقبتهم، في العينين، في الظهر. شوفي كاع الجسم يقدر يجي فيه تولال، لكن نشوفوه بزاف في اليد. أبرز هذا النوع تاع الفيروسات يعطيكي ليما، يعني الجلد على مستوى اليد، ولازم نعرفوا بلي ما يكونش هو مام يتبان لك في الطبقه الخارجيه، لكن هو وين يكون؟ علاش كاين ناس ينحوه ويولي؟ علاه؟ لانه هو يكون في الطبقه الداخليه تاع الجلد، والنتيجه يعني تظهر في الطبقه الخارجيه. نعم. الاصابه بهذا الفيروس تقدر تكون عنده اعراض اخرى هي اللي تخلينا نعرفوا انه تولال ناجم عليه. شوفي يعني تولال هو تولال، الاعراض الاخرى يقدر يكون ماشي تولال ويحسب لنا انه تولال. فوالا. نعم. دونك على بها قبل ما نلجؤوا ونروحوا نحوه لازم نديروا التشخيص ونتاكدوا 100% انه فعلا هذاك تولال. يقدر يكون سيغتو الدراري صغار جينيرالمون باين تولال، راهو تولال، لكن الناس اللي يكونوا متقدمين في السن، الناس الكبار، يقدروا يكونوا عندهم دي فورماسيون اللي يكون عندهم علاقه بمشاكل تاع الجلد ومام سرطانات الجلد، يحسبوه تولال. دونك يروحوا ينحوه، ولازم نعرفوا بلي حنا كي نكوها ولا نحوها لكان مشكل اخر راح يصعب تشخيصه فيما بعد. نعم. خلينا نروحوا لهذه الطرق اللي يلجؤوا لها العائلات للاسف يعني يعني من راسهم لاحقا، والمخاطر والاضرار الناجمه عن ذلك. حبيت نعرف الان شكون هما الفئات العمريه الاكثر عرضه للاصابه بهذا التقاليل؟ شوفي الفئات العمريه هي غالبا صيبو كيبان بزاف عند الاطفال. علاه؟ لانه متعلق بالمناعه. هذا فيروس، والفيروس يعطيكي المناعه، يعني فيروس شكون اللي يقاوموا المناعه تاعنا. ودراري صغار طونكو المناعه تاعهم اني با بيان اوسي ديفلوبي، دونك يبان عند لي زونفو اكثر من عند الكبار. هذا ما يعنيش باللي غير هما اللي معرضين، اللي احنا كامل معرضين لهذا الفيروس. نقدر يكونوا كاع راهو عندنا هذا الفيروس وما بانش علينا. فوالا، سا ديبون الاستجابه المناعيه، كاين اللي عنده يبان عليه، كاين اللي ما عنده ما يبانش عليه. نعم. يلا مريم، واش رايك الان نستقبلوا مكالمه هاتفيه بما انه التفاعل كبير مع هذا الموضوع؟ تفضلي فريان. صباح الخير. صباح الخير. صبحتوا غاية ولا غير غاية؟ وانتوما كي راكم؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. عندك سؤال في هذا الموضوع؟ عندي سؤال وانت تعتولي. يلا تفضلي، انا نسمعوا فيك. ارفعي برك صوتك شويه تعيشي. قلت لك انا يا عندي تولال، عندي تولاله في ظهري. الو. أنا عندي تولاله في ظهري قلت لك. اها. هيا من هكا ندوش نحك هكا بالكيسه نجرحها، ما تعديليش الرحبه اللي نكون فيها. لا تعاود دير الراس، تعاود ثاني دير الراس، من حيت راه في قولي واحد 30 عام هكا فيا. صح. وانت قلتي كي تدوشي تجرحيها هكذا. ونجرحها. ايه. ومن بعد تعاود تولي. وتعاود تولي، ما تعديليش من ومن. لا هي إيه تعاود. ما فيها ديك الرحبه. تعاود تولي في نفس المكان. واه. داكوغ، تسمعي الاجابه.
نعم قادم معنا. يعطيك الصحة على هذا التفاعل الصباحي، وتحية حارة للناس الغرب اللي يتفاعلوا معنا كثيرا ومع فقراتنا. يلا مريم، هنا راهي طرقت منين يجي كما قلتي انت، كيفاش حتى يجينا ولا طرق العدوى. لازم نعرفوا بلي هذا الفيروس راه معدي جدا، كيفاش نقدروا نتعداو به؟ سواء الشخص كما هي راهي تقول عندي حبة وعندي وحدة ومعد كي نجرحها هذاك لوفيت اللي نجرحها راني نعاود كان نخليها هكذاك تقدر تيبس وتبرى، مي كي اشك فوا جرحها راني نعاود نحييها كما يقولوا. راح تقعد غير جيت كما قالت لك هي 30 سنه وانا بها تقعد. هي المده هو شوفي كي حكمنا هذاك الفيروس ياخذ من شهرين حتى لست شهور باش يبدا يبانوا الاعراض. كي يبانوا يخرج لنا هذاك التولال نقدروا نروحوا من هذيك ست شهور حتى ثلاث سنين وحنا به. بيروح اللي يعرف كيفاش يتعامل معاه سيختو دراري صغار يروح لهم، لكن الناس اللي خلطوا فيه يجرحوه هما راهم يعاودوا يعدوا روحهم بهذوك الافعال تاعهم. دونك واش لازم نعرفوا؟ ما نمسوهمش ما نجرحوهمش لانه هكا اللي نتعداو. وثاني استعمال الادوات اللي يكون اونتخ لي بيرسون، مثلا لي كوبونغل، السربيته سورتو، لا سيرفييت. الى واحد عنده تولال هذا شي نهضه مريم، يعدي من شخص لشخص، من شخص لشخص يعدي، ومن شخص لنفس الشخص يعدي. الناس اللي ما يروح لهمش هما راهم يعدوا في روحهم. دونك علاش يقول لك كي نروحوا لابيسين اللي عنده تولال لازم يغطيه؟ باسكو لو كان راهو يعوم به اللي راح يعوم معاه راح يشوبي لو فيروس. فو سافوار سا. نعم يلا قلنا انه الاطفال اكثر عرضه. الان بما فيما يخص ربما البالغين ولا كبار السن، عندما يجيهم هذا التولال هذا يقدر يكون علامه لوجود امراض؟ اكيد يقدر يكون علامه، لكن دائما العلامات تكون متعلقه بامراض الجلد. يقدر يكون امراض اخرى جلديه والشكل راهو يشبه التولاله، ولكن كيفاش دوك نقول لك كيفاش نفرقوا؟ ولا يقدر يكون حتى دليل على سرطان الجلد. كيفاش نفرقوا هذا النوع تاع التولال اللي ما راهوش تولال؟ مع الوقت يغير اللون تاعو ويغير الحجم تاعو، دونك مع الوقت يكبر شويه ويولي ماغون فونسي. هكاك بدات تافونسي الحانه، حنا ماذا بينا كي بدا يبان شخصه الا راهو تولال. اوكي تشوفوا حلول العلاج ولا حاجه واحده اخرى نعالجوها. نعم جميل. بالنسبه نعاودوا لي فقط الدراري الصغار ما نتقلقوش يروح مع الوقت مريم. فوالا الدراري الصغار يعني اذا خاصه ما كانش في مناطق هما ديجا راهم صغار ما مش يسبب لهم حرج ولا قلق، كاين اللي يجيهم على مستوى الاظافر ما يخليهمش يكتبوا. فوالا هذيك صح باريحيه باريحيه تما وين نقدروا نلجؤوا لطرق العلاج. لكن الاطفال الصغار اللي ما راهوش مجينيهم راهو في منطقه ما تقلقهمش نقدروا نخلوه نيفيتيو تو سكي كونتاميناسيون كيما قلنا، السيرفييت كل يوم نبدلوها ايتو نخلوه ونعسوه مع الوقت راح يروح وحده اوتوماتيك. نعم هذا فيما يخص التقاليل الجلديه اللي تجينا يعني في مناطق مختلفه في الجسم تاعنا، لكن ماذا عن التقاليل الجلديه التقاليل اللي تجينا في الاعضاء التناسليه منين تجي؟ هي دليل على وجود مرض او فيروس ما؟ شوفي نفس الفيروس لاش بي في هو نفسه اللي خرج لي في المناطق الاخرى يخرج لي الجينيطال في المناطق التناسليه، ولكن الفرق راهو في لي كومبليكاسيون اللي يجونا على مستوى الجلد في الوجه في الظهر. راح يقعدوا هكذا ما عندهم ما يولوا راح يقعدوا هكذاك، سواء نقدر نعيش بهم سواء نحيهم مع الوقت يروحوا، لكن اللي يكونوا على مستوى الجهاز التناسلي نعم يقدروا يتحولوا الى سرطانات. يعني مع الوقت ما يخص المراه ولا الرجل؟ المراه والرجل يقدر يكون يولي سرطان عنق الرحم، بالنسبه للرجل سرطان القضيب، وبالنسبه للجنسين سرطان فتحه الشرج. يعني هاد ثلاثه يبداو بالتولال على مستوى هذيك المناطق، الناس ما ينتبهولوش ما يعالجوش ولا ينيوريوه، مع الوقت لي كومبليكاسيون يقدروا يروحوا لامراض اكبر. نعم اذا ما كان هذا التولال ربما في المهبل ولا في الرحم يقدر يعرقل ايضا عمليه الانجاب. يعني هذه ماشي دائما يقدر يعرقل، ولكن يقدروا لي كومبليكاسيون تاعو يسببوا لنا مشاكل في الانجاب. دونك والثاني مهم جدا انه كي نشوفوا عندنا هذا النوع تاع التولال يفو جامي جامي نمسوه وحدنا، يعني المناطق حساسه جدا لازم نروح عند طبيب الجلد وهو يشوف على حسب النوع على حسب الحجم واش من علاج نلجؤوا ليه. لكن كاين بزاف كاين ادويه كاين لازر. مع العلم انه يعني عند الازواج راح ينتقل من الزوج للزوجه. يعني واش لازم نعرفوا ثاني؟ المراه كي تكون حامل ينتقل حتى للبيبي تاعها، ينتقل حتى للجنين يروح له الفم يقدر يدخل حتى الرئه. ايماجين ان بيبي ينوض له تولال في التولال في صدره، ينوض له في الرئه، كي تنوض له في الرئه تعرق له عمليه التنفس هو صغير ولا لي بومون تاعو سون با بيان ديفلوبي، دونك يلحقوا حتى العمليه الجراحيه باش ينحوا له هذيك التولاله. سي تري امبورطون
نردوا بالنا كيكونوا. نعم ربما المشاهدين والمشاهدات لم يتابعوا فينا واللي على بالهم انهم عرضه ولا انهم ربما يقدر يكون عندهم يروح يشخصوا في أكيد اقرب لازم وقت يعني. اكيد نعم مهم جدا. اما فيما يخص الناس اللي يجيهم على الجلد تاعهم قلنا اذا كانوا صغار ما يخافوش يروحوا وحدهم، اذا كانوا كبار لازم تشخيص ايضا يتاكدوا باللي تولال فعلا باش يلجؤوا للطرق اللي نحوها بهم. نعم يلا نستقبلوا مكالمه هاتفيه ومن بعد نروحوا للطرق العلاج. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك. وديت تعيش عندك سؤال في الموضوع قبل ما تطرحه؟ تعيش فقط ارفع شويه صوتك. نعم. تولال لون تاعو اسود. تولال لون تاعو اسود ذاك يعني. جا وليدي جا في وجهه جا في شعره في راسه. شحال عنده ملي جا؟ تولال عادي. شحال عنده ملي جا؟ عندها بزاف، عنده يروح ويجي بدا يروح ويجي يدير الدوالات تاع لا هذاك لي تيب هذاك يديرو بالكوتونتيج ومن بعد يروح له ومن بعد يعاود يرجع له. وشحال في عمره؟ كبير عنده 32 سنة. وجامي راح للطبيب يدير وحده يشري لي بوماد وحده ويدير؟ والله ما نقول لاختي انا شفتو كبير راح يجيب لك ربي 100 طالو وبدا يدير في الدار ولا شري. والله ما نكذب عليك هذه حاجه اخرى. صح نعم. اسمحي لي بس اسكو انا مع الخدود تجيك شغل لون البشره هذا الاسود. اه نعم. الثوب العادي هذا الاسود. نعم يعطيك الصحه على هذا التفاعل الصباحي بشفاء العاجل ان شاء الله. يعطيك الصحه. يعني سؤال مهم جدا. قال لك التلال عاده يجي يعني نفس لون البشره تاع المصاب لكن هو اللون مختلف ويروح يعاود يلقى حلول للاسف. شوفي قلنا حنايا دوكا ها التلاله لا دو باس كي ناضت ناضت ان تي بو فونسي، يعني يقدر تكون تلاله فيها نقاط سوداء. اذا ناضت هكذاك ما تقلقوش منها، بصح الا بدات كلاغ بدات تكبر وتفونسا مع الوقت تما اللي نخافوا يكون مشكل جلدي اخر. نعم. لكن التشخيص مهم جدا. هو الا راح للطبيب وشافهم له وشخصهم له باللي تولى وعطالو لابوباد قلت لك يولو خاطر العدوى متكرره. اذا ما راحش وراه يدير في لابوباد وحده لازم يشخص قبل ويتاكد انه تولى. نعم يقدروا يعيروهم مريم. يقدروا يعيروهم في حال شكو انه ما راهوش تولى ولا مشكل سرطاني، اكيد يعيروهم باش يشوفوا له هذوك الخلايا راهي حميده ولا خبيثه. نعم يلا نروحوا مباشره لطرق العلاج. نبداو بالعقاقير المنزليه للاسف والاجراءات المنزليه. نبداو بالاجراءات للاسف خاصه الاطفال الصغار كي نوضوا لهم في يديهم نشوفوهم يخلطوا فيهم بالكور دون ولا صحيح ولا بالحديد ولا يقعدوا لاتين غير بهم اليس كذلك؟ اكيد يعني باين انه هذا تصرف خطأ. احنا من شرحنا قلنا كل ما نخلطوا فيهم كل ما حيزيدوا يولوا، كل ما نجرحوهم نسيلوهم رانا نعاودوا نديروا لا غي كونتاميناسيون بهذاك الفيروس. دونك هذه سي ايفيتي دو بريفيرونس ما نمسوهمش كامل. ممكن الناس يحبوا ينحوهم بلا لام فريال دونك هذه ثاني. نعم يفو جامي توشي جامي ولا بالبيستوري فوالا. نعم يسيو يحاولوا ينحوها. دونك كاين طرق اخرى عند الطبيب اللي نحو بهم تولال ماشي وحدنا في الدار. نعم يلا نستقبلوا مكالمه هاتفيه. مريم صباح الخير. صباح الخير. نعم ممكن. مرحبا بك معنا، عندك سؤال في الموضوع؟ نعم انا نسمعوا فيك. صباح الخير. نعم مرحبا بك انا نسمعوا فيك، كي تسمعي فينا؟ يبدو أن المكالمة انقطعت للأسف. إحنا ما عنيش نقول لك عاودي اتصلي بنا، رانا في انتظار المكالمة تاعك. إذا كاين أيضا للأسف شديد بعض الأطفال يعني ينحوها بالكوبونغ يعني. هذا المشكل مؤلم يعني مؤلم جدا. نعم. وتصر يعني تما اللي راح نزيد نقويهم وراح يزيد يولون. يعني أحيانا كي يكونوا بزاف عند صغار يولوا مع الوقت يشكلوا لهم عقدة. وحنا على بالنا بالك يمس وجهو ما تجي هنا من بعد في عينيهم في عينيهم في وجههم. نعم دونك على بها قلنا لازم نلجؤوا للطبيب. لا راه شف لهم مقلقين هذوك التولال ما نحيهمش وحدي في الدار ما نلبسهمش. كاين طرق سليمه هكذا خلطات نقدروا نديروها لانهم ماهمش ميتين هما حيين راهم يلحقهم الاوعيه الدمويه ليس كذلك متجلطه ولكن الطبقه تاع الجلد اللي راه فوقها راهي حيه. دونك لفات اللي نحيهم
نعم، كاين ايضا واحد الاجراء اللي تقولوا للعائلات انهم يربطوا هذيك التولاله بالخيط ويخلوها، لا يخلوها حتى تنشف من دمها، يقول لك طاح وحدها، هذا الاجراء صحي مش صحي؟ يعني انا لا احب هذا النوع من الاجراءات غير صحيه. من الافضل كاين طرق صحيه، كاين ادويه نحو بها تولال بلا حتى ريسك. نعم، يلا نروحوا للطرق الصحيه. كي نروحوا لازم نروحوا عند الطبيب ولا عند الفارماسيان؟ احنا كامل اللي يروحوا عند الفارماسيان. لا، بالصيدله. احنا راح نقول لهم وقتاش نروحوا للصيدلي وقتاش نروحوا للطبيب. يلا نبداو بالطبيب، وقتاش يروحوا للطبيب؟ احنا نبداو بالطبيب اذا كانت على مستوى العين، اذا كان هذا الانسان مريض بالسكر ديابيتيك، اذا كان هذا الانسان عنده مشكل تاع الكواغولاسيون تاع الدم تاعو، سواء راهو يشرب ادويه اللي يجروا له الدم، عنده مشكل صحي راهو يشرب ادويه اللي يجروا له الدم، ولا دو باز عنده مشكل في تخثر الدم، ما يروحش يخلط في التولال تاعو وحده، يلجا للطبيب يشوف درجه تاع التطور تاع هذيك التولاله شحال هي كبيره شحال كيفاش، باش يعرف كيفاه ينحيها. نقولوا للطبيب واش يدير الطرق تاعو. نعم، شوفي كاين ادويه، كاين ادويه يبدهم هو على حساب الحاله، هادوما دون با دون اوتر يكونوا بزاف كبار، وين لي بوماد ما راحش ينفعوا معاهم، دونك معروفه يقول لك نكووهم دونك ينحوهم، يقدر الطبيب ينحيها لك. كاين طريقه ثانيه، طريقه التبريد، يبردها اوباول يقتل هذوك الخلايا، تيبس ويموتوا الخلايا طيح وحدها. كاين ثاني طريقه تاع البلاستر، سي دي باتش نحطوهم فوق هذيك التلاله، بعد موراها نطاكيوها بلا لوميير يو في، دونك هذيك لا لوميير راح تتركز كامل وين كاين هذيك التلاله تاعنا وتقتلها وتموت وتطيح. هذو هما الطرق اللي يلجأ لهم الطبيب، قد ما يكون الحجم كبير نلجأ لهذه الطرق. الا ما كانت عندنا تلاله كبيره وما كناش من لي بيرسون ا ريسك، نقدروا عند الصيدلي لاسيد ساليسيليك، حمض ساليسيليك معروف انه يدير لنا تقشير، يفتت لنا هذوك الخلايا ويطيحوا لنا هذوك هذوك التلاله تاعنا. كاين ثاني فريال الادويه المستعمله في حب الشباب، كاين بعض لي بوما تاع حب الشباب يستعملوها، مفيده جدا للتلال، ولكن الي كونتخانديكي بوغ لا فام اونسانت، يعني المراه اللي كانت حامل تقول للصيدلي بلي فوالا راني حامله باش يتجنب لها هذوك النوع تاع لي بوماد. نعم، ولو كاين طرق طبيعيه كذلك بيان سور. الحليب تاع الكرموز، وي انا اللي جبته لكم. نعم، خلاص اذا نطرقوا ليه لاحقا، البدائل الطبيعيه قبل ما نفصلوا فيها في الجزء الثاني من هذه الفقره، ناخذوا فكره عليها مريم. ناخذوا فكره عليها بالنسبه للاطفال، كاين صبغ النحل جبناه احنا خطره معانا، احنا خدمنا به، هذاك ثاني دري صغار مفيد، ما في حتى كونتخانديكاسيون، يذوبوه شويه ويديروا له فوق هذيك التلاله مع الوقت، علاش؟ راح تقوي لهم المناعه تاعهم في هذيك المنطقه، دونك راح الجسم تاعنا اوتوماتيكمون يبدا يحارب في هذاك الفيروس ويبسوا هذوك التلاله تاعنا. والناس الكبار يقدروا يديروا زيت القرنفل ثاني، مفيد جدا، راح يقوي المناعه في هذيك المنطقه ويبسط لها هذاك التلال. نقدروا نديروا تقشير موضعي كذلك باش نحوا الخلايا. نعم، كيفاش تقشير موضعي؟ تقشير موضعي مثلا شويه ملح ولا شويه سكر بزيت الزيتون وبالعقل، نحكوها هكذا بالعقل، شوفي نغسلوها ندوزو لها شويه تقشير، ندورو عليها لافازلين. علاش نديرو لافازلين؟ هذه مهم جدا، كي ديروا تروحوا تشريو بوماد ولا ساليسيليك ولا بو امبورت، لازم لي بارتي تاع الجلد اللي ما فيهمش التوله نديرو لهم لافازلين. على هذاك المقشر راح نستعملوه راه قوي جدا، يقدر يؤدي لنا يحمر لنا ولا يدير لنا الحكه في المناطق اللي راهي سليمه، دونك ندير شويه فازلين ومن بعد نحط الدواء تاعي وين عندي تلاله. نعم، اذا سؤال لحقنا في غرفه التحكم، يعني يقول يعني هل يقدر تلال ينتشر من منطقه لمنطقه؟ يعني تكون عندي تلاله في يدي من بعد تنتقل لوجهي ولا تتكاثر؟ يعني اكيد ماشي تتكاثر، العدوى تتعدى. دوك انا اللي جرحتها هنا حكيت وبعد درت هكذا، هاد المنطقة تتعدى، هاد المنطقة راح تتعدى، هذه العدوى، العدوى كاينة وتكون من شخص لشخص ومن نفس الشخص الجسم تاعو، يعني عدوى متكررة. نعم، شكرا جزيلا الشكر لك مريم على كل هذه التفاصيل فيما يخص الموضوع اللي طرقنا له اليوم.